السي الطيبي المراكشي والسيدي عبد الرحيم ولد الحي محمدي بالضبط بسوسيكا. السي عبد الرحيم من السجناء ديال مركب سجن عكاشة، دوزتي في واحد الفترة كبيرة كبيرة بزاف. تقريبا شحال دوزتي عبد الرحيم ديال الحبس؟ المجموعة 15 سنة. 15 سنة، إذا 15 رمضان دوزتي داخل عكاشة. حنا الموضوع ديالنا هو رمضان كيفاش كيدوز في الحبس. بالنسبة لرمضان اللي كيدوزو بالنسبة للسجن، كيحس بواحد فقدان كبير بالنسبة للعائلة ديالو والأبناء ديالو. إذا كان متزوج ولا كان عازب كيحس واحد الإحساس يعني بعيد على الأب ديالو، يعني بعيد على الأجواء العائلية. العائلية. إذا الحبس رمضان في الحبس كيفاش كيكون؟ زعما اللي بغينا نوصل لهاد الناس هادو، نعم، زعما كما كيقولوا ديما الناس، كيقول في حياة بدون حرية ليس لها معنى. نعم تمام. خاصو هو يكون قريب لوالديه وينسى المشاكل ويحاول أي حاجة يتجنبها. وبالنسبة للسجن واخا يبغي كاع ما عرفتش يعطيه، وما غاديش يحس بحال الأجواء العائلية، لا في الفطور ولا في السحور ولا في أي وقت، ما غاديش يحس هو بشي حاجة اللي بحال حدا باه ومو. وكنطلبوا هاد الشباب، كنطلبوا هاد الشباب، لأن الإنسان راه ماشي هو داخل السجن، ولكن شكون اللي كيتعذب؟ هما الوالدين كيتعذبوا، كيوليو مساكن، ما عندهم الخاطر ديال الماكلة، ما كيبقاش عندهم، كيبقى عا كتفكر في ولدها. وخاص هاد الشباب يتفكروا هاد الشيء هذا، ثم يحاولوا يحيدوا هذا ويديروا واحد صلة الرحيم مع والديهم، لأن مادام يعني مسكينة يعني ولداتك إلا كتشوف فيك الرحمة وكتشوفك، خاصك تخدم وخاصك تعاون. صح. صح. وتزوج ودير حتى وليدات، وراه الوالدين راه الشيء اللي كيبغيو. نرجعوا لك السي عبد الرحيم، بالنسبه للناس اللي الدراري ولا الناس كبار والعيالات، الله يعفو عليهم والله يطلق سراحهم، كيفاش كيدوزوا الاجواء ديال رمضان داخل السجن؟ لان في الخارج الناس كيخرجوا القهاوي، كيمشيو يصليو التراويح، كيلبسوا حويجات ولكن في الحبس كيفاش كيكون التواصل ما بين الاشخاص بعضياتهم؟ واش كاين شي جامع تما كيتجمعوا كيمشيو يصليو فيه التراويح؟ احكي لنا دابا شويه. دابا الجامع ما كاينش تما، الجامع نعم. اللي كاين هو واحد الجامع اللي كان، شوف واش باقي ولا ما بقاش. نعم. اللي كيقولوا لي جانا 11، هذاك بالنسبه للناس الكبار، يعني الناس كبار، الناس كبار في السن، هذول اللي مجمع ديالهم يمشيو يصليو فيه التراويح مثلا ولا كلشي كيتجمعوا. ولكن نعم. بالنسبه للشنابر والكارتيات اللي كيصليو كيصليو في الشومبر، كل واحد كيصلي التراويح ولا كيصلي في بلاصتو. نعم. واللي ما كيصليش راه كاين فارض بوحدو، يعني ما غاديش تحتاج حتى تقول هذا صلي ولا هذا ما تصليش. وبالنسبه للفطور ثاني كاين اجتماع، كاين اللي كيتجمعوا هاد العشرين بوحدهم وهذا بوحدهم وهذا بوحدهم. تقريبا سي عبد الرحيم الشومبر شحال كيجمع ديال الناس؟ على حساب دوك البياصات اللي كاين، الا كانوا 10 هنا و10 هنا كيكون هنا 20 وهنا 20، يعني واحد فوق واحد، يعني الشومبر يهز 40 ديال الناس. وما اكثر. وهاد 40 واش كيفطروا ب 40 مجموعه ولا كل عنده اصدقاء ديالو كاين اللي كيفطر بوحدو؟ كاين اللي كيفطر بوحدو على انفراد، وكاين اللي كيفطروا مجموعين. بحال دابا بالكلام ديال السجن، ديك ما بين الباياس والباياس كيقولوا هذيك الكروه اللي هي الوسط كيقولوا لها لاكار. بحال هذاك اللي قال لهم، قال لهم انا كنأس في لاكار، قالت لي عندك اوليدي دوز عليك الترين. هذه القوله ديال الحبس كتكون مبارك. مساكن المهم ديما حنان، المهم ديما حنان، مساكن ما عارفين والو، مساكن يعني كتبغي عاود ولدها يكون بخير وعلى خير، هذا هو الشيء اللي كاين. والنصيحه ديالك اللي تبغي تعطي لهاد الوليدات اللي كيديروا شي فعيل ديال الحبس بصراحه، وانا هادو بحال هادشي ديال الشغب ديال التيرانات، هادشي اللي كيهرسوا الطوموبيلات بالليل، هاد اللي كيتلقاو الماره، اشنو تبغي تنصحهم؟ والله يهدي ما خلق. هادشي الانسان خاص تكون واحد الحنان، واحد العاطفه،
وخاص يكون الانسان يحبوا لاخيك كما تحبوا لنفسك. اللي ما فهمتش انا هذا الشيء اللي كيوقع ما بين الفرق. انا بعدا واحد القضيه انا عندي يعني اي فرقه يعني تصور في المغرب اي فرقه يعني لعبات مع فرقه اجنبيه كنبغي هذيك الفرقه تربح لان كنحب بلادي. واذا كانوا بيناتهم فرقه مع فرقه يعني ما الدنيا هانيه عندي. اللي يربح راه يربح. خص الانسان ما يتقلقش. خص تكون واحد المحبه والعطف. اش هاد الخساره وهاد ما فهمتش انا. ولكن كيف ما قلت يا طيبين ما كنلقاو حنا جوج فراقي في بلادنا حنا. وهادو ولاد بلادنا وكيضربوا في التيران وكيديروا المشاكل في التيران. وكيف ما قلتي كيخليو والديهم هما اللي في الصداع. الصراع هما اللي كيجيروا وراهم. عبد الرحيم واش الدراري كيندموا في الحبس ملي كيديروا هاد الفعل بحال هكا؟ ضروري كاين. اللي دار شي فعل كيندم. كيما يكون نوعها صغيره كبيره كذا كيندم. والله يدير لي فيها الخير والله يدير لهم شي تاول ديال الخير. الله يطلق سراحهم والله يخفف عليهم منازل. يا ربي امين. لما كانوا نتمناو لكل جميع. اودي مساك انت واحد ما صابك كيبغى. هذا ما كان. هذا هو الشيء راه قلت الشيء. راه قلت الشيء هي اللي كتجعل الانسان كيخرج له. على هذاك لقى كل لقى واحد الحاجه اللي يعني هذا ولا لقى مسكين باش يتلاها وباش راه كيخرج كيقول ربنا خلقت انا كاين اللي مسكين ما كيلقى ما ياكل كاع والو. الله غالب الله غالب. الانسان خاصو الانسان يحاول الانسان يطلبوا من السلطات يحاول يشوفوا بعين هاد الدرويش وهاد الشباب. هاد الشباب والله الا عن بيعطيو ولكن مساك الغالب. الله والله العظيم بالله ناس الله الله يجعل شي تاول ديال الخير وحيد هاد الوباء باش بنادم يعني تقاد الامور وترجع الميله مجاري ويكون وترجع لينا الايام الزوينه ايام جميله. كيفاش كان المحبه وكيفاش كان الاخلاص وكيفاش سقسي عليا سقسي عليك. ودابا شهرك ما بقيتي كتشوفو دابا في هاد الوقت. اشنو هاد الشيء عباد الله؟ اشنو هاد الشيء؟ هاد الشيء راه المرض بعينيه. لا اله الا الله. خلاصه القول الطيبي كيف ما قلتي الله يجيب العفو والله يفك سلاح هاد السجناء. وكنتمنوا من هاد الشباب اللي طالعين جداد انهم ما يديروش الاخطاء ما يطيحوش في الخطا. وخير الخطاؤون التوابون. تبارك الله عليكم. لقاؤنا في فيديو اخر ان شاء الله.